عودنا احنا وياكم يوم مع الوطن بهالنهار يلي ماني حابب انه يخلص ابدا. هذا النهار يلي في كل الانرجي يلي موجود اليوم، البارود زايد، البارود عم يحس مشرقط على الاخر. من الساعه 10 الصبح موجود انا وياكم مع الجيش اللبناني اللي عم يعطونا كل هالحب، كل هيدي الاستمرارية لحتى نكمل احنا وياكم بهالموعد الحلو كتير يلي موجودين فيه بمهرجانات جوني الدولية والتنظيم المبادرة من جمعية لبناني وافتخر. رح نكون احنا وياكم مع ضيوف انا بحبهم، هيك بحس حالي قريب منهم، بس هذا الشخص اللي عم بحكيكم عنه على صعيد شخصي انا ما خص يعني هيك الاعلام يلي حابينه وداعمينه والسوشيال ميديا وكل شيء، صوت وترتيب وعيلة وشو بدي لكم، انطلاقة بتاخد العقل، وهو بيعرف انه انا بشوفه وبقول له قد ايه بفتخر فيه وقد ايه انا حده، انا خي كبير مش بكتير بس انه خي اكبر شوي. جورج نعمة حبيبي يا طول، صوت وحضور وتهذيب وترتيب ووطنية وحب للجيش، يعني كاملة معك. بتعرف جورج نحن من زمان كنا معلقين كتير بالمسرحيات يلي كانت تمرق الوطنية وتحكي عن الجيش وهيك، قديش معلق فيها، قديش أثرت فيك هالأغاني الوطنية؟ أول شيء اسمح لي أشكرك على محبتك، وأنت بتعرف أنا قد ايه بحبك كمان من كل قلبي، بدنا نمدح ببعض كتير هلا ما بعود نخلص. الله يخليك. طبعاً نحن ربينا على حب الوطن أولاً من خلال الفن، لأنه الفن بمرحلة مراحل كان الغاية تبعه تفرجي صورة لبنان الحلو وصورة هذا البلد اللي عن جد فيه الجمال اللي اليوم عم نفتقده شوي. هون شوي بزعل إنه الفن اللي تأثرنا فيه قديماً اليوم شوي عم بينوس، صرنا بزمن تجاري، من الوقت اللي ضروري على طول الفن يكون بخدمة الوطن مثل ما الجيش بخدمة الوطن. فقديت قديه متأثر بهذا الشيء كتير قد ما بدك يعني. متأثر، وهذا صوتك بيوصل اليوم لحتى الفن مثل ما عم تقول نقدم الصورة الحلوة اللي هي بتكون يعني بمستوى إذا بدك بقيمة هالوطن اللي عنا إياه. بس في اليوم إيفنتس وحدث عم بيصير اليوم، يوم مع الوطن بيرد هيدا المستوى كله، حتى لو مش بطريقة مباشرة مع الفن، بس بيرد الكل، الفن والفنانين بيلاقوا انه نهار طبعا مع الجيش اللبناني ما فيك تنزل مستوى عنهم. ما عم بحكي عن الجهوزية بالقتال والعسكر، عم بحكي عن الجهوزية بالترتيب والنظام والاستقرار والانضباط والالتزام، كل هودي مهمين كتير، وانت مهم هيك انه شي مرة حضورك وطني يكون بعد بأغنية وطنية ضروري. هذا الشيء اكيد عم نحضر له، ونحن دائما بخدمه هالرساله يعني، وطبعا نحن كمان بخدمه الجيش. انا اليوم بحكي على الصعيد الشخصي، انا ابن المؤسسه العسكريه، انا والدي متقاعد في الجيش وصهري بالجيش واصدقائي كلهم بالجيش، وبعرف قد ايه هالمؤسسه لها فضل علينا على كل مواطن. ماشي عندكم هيك وراثيه وبالدم كمان بالدم. جورج نعمي مكملين احنا وياك. ايدي بويس بدي اقول لك كمان جورج، انت تعرفت عليه قبل شوي تحت الهوا، بس ايدي من الشباب يلي نفتخر فيهم اكيد، كثير كويسين وكثير هيك عنده هدف بالحياة وعنده طموح وعنده وطنية. هو من اللي شاركوا لحتى لك وللمشاهدين مع جمعية لبناني وأفتخر بتنظيم هالحدث اليوم، كمان نحن فخورين فيك كتير ايدي. بتعرف انت حضورك قديش مهم، قدي لقيت هالحدث اليوم بيشبه تطلعاتكم ويلي كانت وطموحكم وحلمكم انه يطلع هيك هالحدث. توني ثانك يو حبيبي. بس بسيطه بدي اقول لك شغله، انا كمان بيي كمان كان ضابط متقاعد، سو ثابت انه هلا على نفس البلاتو. فتوني بدي اليوم من الساعه 10 بلش النهار، انا بسالك لك توني، انت اليوم اللي شفته انت واللي شفوه كل المدنيين اللي بلش من الساعه 10 مع مغاوير البحر لليوم لهلا مغاوير كلها سبيشال فورسز، قد ايه بيكبر قلبك بهالمؤسسه؟ قد ايه بتثبت هالمؤسسه انها عن جد هي مؤسسة الشرف وهي مؤسسة قديش بتعدي؟ قد ايه بتعدي يا توني؟ تعديك هالانرجي اللي عم تحكي عنها، قديش هي الحزب الاوحد للبنان؟ قد ايه بتجمع الكل اليوم تحت سقفها؟ ما في غيرها بيجمع اليوم. ما في شك انه اليوم اللي صار بخلي كل واحد فينا، مزبوط انه انا واحد اليوم من المؤسسين اللي تعبوا عملوا هالايفنتمون، هالايفنت الكبير اللي هو يوم مع الوطن، هو يوم خلينا كلها مدنية تشارك مع المؤسسة العسكرية، بس ما فيني خبرك قديش هالعسكر كان متجاوب وقديه هالضباط كانوا متجاوبين تيعطوا الصورة المضبوطة للمؤسسة العسكرية. بس قديه بتفتخر انت بهذا العنوان لبناني وافتخر، قديش بتفتخر اليوم بالجيش وبعد هذا الحدث اللي شك صار؟ ما في شك انه ما فيني اقول لك being Lebanese and proud، هي برجع بقول لك جروب بلش من 8، بس اليوم بتشوف هالحضور كله بتخيل كل واحد موجود اليوم فخور انه لبناني، وان شاء الله بالمستقبل هالجمعية بتفتح ابوابها لكل اللي بحبوا المؤسسة العسكرية. جورجي اللي عم تكون عن يعني حكيت عن بيك عن الوالد اللي هو المؤسسة العسكرية وصهرك كمان وهيك،
قديش الاخوه الموجودين عندك، قديش بحب هالاخوه انا على طول على اليوتيوب بتفرج عليكم وبشوفكم هيك مجموعين مع بعض، يعني كمان هل من الوالد والوالده اكيد مكملين مع بعض، عم تعدوا بعض وطنيه والاشياء الحلوه بالعسكر وفن وكل شيء، انت واخواتك هيك مكملين بهالرساله للوطن وللبنان؟ هذا شيء بديهي يعني، مش خيارنا الخبريه، نحن ربينا على هالاساس، مش عم بقول لك نحن ربينا على حب الوطن والمؤسسه العسكريه اللي لها فضل علينا كلنا طبعاً. وهيدا اليوم واجب علينا طبعا كعائله وك يعني كناس عم نجرب نقدم موسيقى او فن نقدر نوصل شيء يعني، والا ما له عازل خبريه كلها يعني. حتى بالكلام جورج انت عم تحكي بيطلع صوتك حلو يعني، مش عم بقول لك لانه عم تكون تعبان بالمهرجانات، بس بدي اقول لك مع انطلاق هالايفنت جورج نعمي عم ينطلق كمان بمهرجانات لبنان، وعم تطلع هيك السلم درجة بس عم تطلع بثبات، وكل الناس فخورين فيك ونجم كتير كبير. بدي أشكرك لحضورك معنا وشكرا على عائلتك كمان، وأدي بدي أقول لك مرسي على كل شيء، لعائلتك لكارن لمارك يلي أنا قريب منكم كتير، بقول لك مرسي على التنظيم ومرسي لأنه عطيتوني هالفرصة. ما فيني أنا أتشكرك عن جد، ما فيني أقول لك قدي هالإيفنت بيشبهك وقدي أنت بيلر يمكن من هالشرف يلي اليوم نحط، وقد ايه احنا براود انه انت كنت كنت شرف الاعلام فيه عن جد توني. ما فيني عن جد اتصور كان حدا تاني بمثل هالايفنت بطاقتك وبايجابيتك وبروحك الحلوه وقربك على العسكر والمدنيه. شكرا ميرسي لك توني، ميرسي. رح نتلاقى بعد بكثير ايفنتات، اكيد رح نتلاقى وقت اللي بدكم، انا حاضر حتى المؤسسه العسكريه باذن الله 24 ساعه جاهز البارود. ميرسي توني، بس بدي لكم هاللحظات الحلوه كمان، بتمنى انه انت باقي اكيد وجورج هلا رح نشوف نحن وياك والمشاهدين رح نشوف على الشاشه هاللحظات الحلوه يلي عشناها اليوم يلي اتخذ من فريق عمل الام تي في بالتصوير بالروح يلي حطوها بالتحضير كيف كانت هيدي الهايلايتس، عم نسترجعهم كلنا سوا بهالمشاهد الحلوة، يوم مع الوطن مع الجيش الأعز والأهم والأحب الجيش اللبناني.
نحن وياكم مباشرة بعدنا موجودين مثل ما قلنا لكم لحدود الساعة 4:30 مكملين نحن وياكم بيوم مع الوطن. تعرفوا هيدا النهار يلي هو الجيش اللبناني، والجيش اللبناني قوي لأنه هو موجود، لأنه متحد على طول مع بعض، لأنه بيشتغل كفريق عمل. ونحن مشان هيك وصل الجيش اللبناني أنه يكون بهالاحترافية، وصل أنه يكون بكل المعارك اللي عم بيخوضها دفاعا عن الوطن، حاضر وموجود لأنه مجموعين كلهم حول بعض. هيدا النجاح أنه يشتغل واحد فريق عمل، وإذا نجاحي أنا بكون بفريق العمل هو نجاحنا هيك بالأم تي في، نجاحنا لأن فريق عمل ما كنت بقدر أعمل شيء لو ما الكل كانوا موجودين. ولما هني الأساس، إذا بلشكم بهالوجه الحلو يلي هي جويس حقيقي، قلت لكم من البحر حتى تنقل الخبر وصدق الخبر بجماله بطريقة مرتبة ومهذبة. شكرا لك جويس، شكرا لكل شيء هيك، ولا غلطة بيمرق معك إلا كل شيء بتقوليه لصالح لبنان بيمرق معك 100%، فبدي أقول لك ميرسي. شكرا لك توني، وشكرا لأم تي في يلي عن جد فكرت بهالمؤسسة العسكرية. وبدي ذكر الكل إنه كل يلي شفناه اليوم، كل يلي عملناه، أول شيء هو مشي قدام تضحيات الجيش اللبناني، ثانيا عن جد بركة من بعد هاليوم مع الوطن، لأنه الجيش بيختصر الوطن بشعبه وأرضه وأهله. بركي بعد في ناس عم بتفكر بكيف بدها تخفض له معاشه، بركي بعد هالنهار على ام تي في بيفكروا بغير شيء، بيفكروا كيف يوقفوا سرقه ونهب وفساد بدل ما يروحوا يمدوا ايدهم على جيبه الجيش اللي ما بيتكافى لو شو ما عملنا له، يلي قدم دم ويلي قدم من حياه اشخاص لحتى نحن نضل، لحتى لبنان يبقى. شكرا لك جويس. رالف دومت كمان بشكرك من كل قلبي، هذا الترتيب والاحتراف والتهذيب، ميرسي لكل شيء قدمته، ميرسي لاشياء كمان ساعدتني فيها، ريبورتس مرقت فيه انا معك، بيتمنوا الناس يمرقوا معك بانترفيوهات وبحضورك، ميرسي لك. شكرا لك توني، وشكرا للجيش اللبناني اللي عن جد استضافنا، وكنا فعلا نحن عسكر مع الجيش اللبناني، شفنا كيف هن بيعيشوا، وشكرا اكيد للام تي في ولكل فريق العمل. بدي اشكر نخلي عضيمي كمان يلي كان معنا بالجو على طول، نخلي عم يمرق بينقل الخبر من الجو ومن الارض، فبتكون وصلت بالسلامه. بس بدي اقول لك انه نخلي كمان اليوم نقلت لنا الصوره من عندك من الجو مثل ما بتنقلها على طول بكل احتراف وبكل حب. كل يلي شاركوا معنا، كل الناس اللي اجوا من كل لبنان بشكركم، بشكر الام تي في اللي اعطيتوني هالفرصه، مديرية الجيش بشكركم على هالنهار الرائع يلي رح يكون بالنسبه لي من التاريخ. كل يلي شاركونا سئت الأستاذ ميشيل مرفي وبكل هالعمل، كل اللي اشتغلوا اليوم بشكرك من كل قلبي. لارا لحد ميرسي على كل شيء قدمتي، ميرسي على سهرك كل الليل 4-5 الصبح سهراني عطول مع الجيش اللبناني لتوصلي الصورة الحلوة. ميرسي لجورج خليل، جورج اخراج وصورة وحضور وضحكة على طول، شكرا لك. بدي اشكر جيمي ماتا، ميرسي جيمي تعرفت عليك وهيدي اضافه لالي، ميرسي على كل شيء كمان قدمت لي اياه. جوزيف زوزو صدقه، ميرسي كثير جوزيف. مابيل خليل شكرا. داني حداد، داني ميرسي كثير من الصبح موجود حد هيك الكتف على الكتف. بدي اقول لكم انه داني كمان قضى معي وركض على البحر ووصل لهون، ميرسي على كل كلمه ساعدتني فيها. مدير الانتاج يلي هو بالام تي في سليم فارس، بدي اشكرك كمان من امبارح هون حاضر على طول وجاهز مع ضحكه واحتراف. سليم ميرسي كثير لك، وبهيك كثير بيبسطني انه شارك انا وياك. لكل يلي شاركوا معنا، كارلا بجاني كمان، كل كرو التكنيكال، كل يلي كانوا الكاميرا مان والتكنيشنز والصوت ومدراء مسرح واديب والصوت يلي وصل عادل، كلكم سوا ميرسي لكم، ميرسي لانه شاركتونا بهالنهار. كمان مره جويس شكرا رالف، بنتلاقى نحن وياكم كل يوم وطن، وانتم بخير، بنحبكم من الام تي في، والجيش اللبناني معكم ولالكم. شكرا للجيش اللبناني، شكرا لقائد الجيش العماد جوزيف عون، بنتلاقى بخير.
you.